معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان متحدث باسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني. مرحبا بكم دكتور أيمن. إذن على الرغم من صدور تقارير من منظمات حقوقية موثوقة ترصد انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، إلا أن تقرير الأمم المتحدة لم يذكر هذه الانتهاكات، ما سبب ذلك؟ لماذا هذا التجاهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وشكرا على الاستضافة. حياك الله. بداية حقيقة هذه التقارير التي تصدر عن المنظمة الأممية يعتريها الكثير من التنكر حقيقة للأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيس هذه المنظمة الأممية، فضلا عن المخالفات الكثيرة لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يشكله هذا حقيقة من صدمة في تعزيز فقدان الثقة بتقارير المنظمة الأممية بهذا الاتجاه. يعني هل تعتقد أن دعم دول إقليمية للحكومة في بغداد أثر في خروج هذا التقرير بهذه الكيفية والصيغة؟ أخي الكريم، الدعم الدولي للحكومة في بغداد أثبتت الأيام أنه عامل سلبي، عامل يؤدي إلى المزيد من الإفلات من العقاب، عامل يؤدي إلى تكريس الجريمة في العراق، عامل يضيف تبريرات وتسويقات للإرهاب الحكومي الجاري في العراق على حساب المدنيين العزل الذين لا يملكون من الأمر شيئا. طيب الخارجية الأمريكية أكدت أن إيران ساهمت ماديا في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وحتى سوريا، وهذه شهادة أخرى من الإدارة الأمريكية على نفوذ طهران متزايد، ولكن لماذا لا نرى تحركا على الأرض يردع هذه الانتهاكات التي باتت معروفة لدى المجتمع الدولي؟ في هذه مسألة حقيقة هي سياسية مادية لمصالح، هنالك توازن دولي بين الدول، هذا يحكمه مع الأسف الشديد باتت تحكمه المصلحة المادية البحتة بغض النظر، حيثما كانت المصلحة كان هنالك من يتكالب عليها ومن يساند هذا الطرف أو ذاك على حساب الأبرياء على حساب المظلومين، وبالتالي يتم التغاضي أو غض النظر هنا وهناك، وهذه طبعا يعني لها دلائل كثيرة سابقة ولا أعتقد ستكون الأخيرة. الآن دكتور أيمن، باسم تنظيم الدولة يحارب آلاف المدنيين ويمنعون من العودة إلى منازلهم، والذريعة معروفة الاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش، كيف سيمارس هؤلاء حياتهم الطبيعية وسط هذه الإجراءات؟ أخي هذه يعني مستحيل أن يمارس هؤلاء حياتهم الطبيعية، المشكلة أنهم حرموا تماما من جميع الحقوق المدنية، وهذا بشهادة المنظمات الحقوقية العاملة في العراق ومن خلال تصريحات رسمية لكبار الضباط سواء في القوات الحكومية أو في المخابرات، جهارا نهارا يقولون لهؤلاء الناس أن لا حقوق لكم، أنتم منبوذون، أنتم غير مرحب بكم، لا يمكن أن تستمر لهم الحياة حقيقة، هم ينفون إلى الصحراء ليواجهوا الموت في ظروف قاسية لم تكتفي الحكومة بنفيهم وإنما بانتزاع جميع حقوقهم المدنية كمان. أيضا بذريعة الصلة بتنظيم الدولة يقبع معتقلون في سجون سرية تابعة للميليشيا الحشد في سهل نينوى، وهناك مساواة مالية مقابل إخلاء سبيل المعتقلين في هذا السجن، من يتحمل مسؤولية إخفاء مدنيين بصورة قسرية وابتزازهم ماليا؟ أخي تحمل المسؤولية هنا حقيقة هو مسألة مشتركة، ولكن بالدرجة الأولى طبعا الحكومة في بغداد وقواتها، ولكن أيضا المجتمع الدولي الداعم لهذه الحكومة، الأمم المتحدة التي تنظر بعين واحدة لما يجري في العراق، الصمت
غير المبرر الصمت المريب للمجتمع الدولي تجاه ما يجري في العراق يوميا حقيقة أصبح واقعا، الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين على أساس طائفي واضح لا يمكن أن ينكر من أي طرف من أي شخص، لأنه هذا واضح وهذا يعني ما يجري على ذلك. وسط هذه الأوضاع وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي أجل زيارته إلى العراق بطلب من حكومة العبادي بحجة الانشغال بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، ألا يعد ذلك فرصة من المجتمع الدولي لكي تطمس الحكومة في بغداد الأدلة على جرائمها؟ حقيقة الأمر هذا طبعا يعني هو فرصة مؤكد للحكومة تطمس المعالم والقرائن وما إلى ذلك، وهذه طبعا هذا ليس الموقف الأول من قبل هذه المؤسسة الأممية، والدعم الواضح والمعلن لها من للحكومة في بغداد، وبالنتيجة نتوقع أنه هذا الموضوع يعني ليس هكذا مرة مرورا إنما مخطط له كما ذكرتم ليقوم تغيير المعالم وطمسها حتى يشكل على اللجان الموضوع هذا. شكرا جزيلا لك من عمان، المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.